سلام، صباح الخير البنات، وش راكم لاباس؟ اليوم جيت جبت لكم لعبة ان شاء الله تعجبكم. هي هذه اللعبة بور لي زونفو اللي يقراو، تخدم اون اراب اي فرونسي، راح يحتاجوها بزاف الامهات اللي ولادتهم يقراو كيبداو فرونسي. حاليا تبان لي الفرونسي عم يقراو فيها سنة ثالثة ويبداو، يعني هي مليحة ليهم يتعلموا الفرونسي، يتعلموا التهجئة الحروف بها، مليحة الأولاد. يعني الأمهات حاليا أنا نشوفه في الأولاد ما بغاوش يقراو خلاص، وما يحبوش يقراو. قدمكم هكا أكثر باش تقدروا تشوفوها على باش تشوفوها احسن. هكا هي باينت لكم البنات اكثر، نقدم لكم ساعة تشوفوها من قدام. هكا تشوفوها كيف تخدم، هكا ساعدها هاكم تسمعوا فيها كيف هاي تنطق. عندكم لهنا نقاط هكا باش تشوفوا احسن، عندكم تحضر بالعربية ولا بالفرنسي. ها كيما دوكا هي بالعربية، ها بالعربية، وعندنا لابوطون تاع الفرنسي. كي نستعملوها بالفرنسي عندنا لهنا الخط تاع الارقام من 1 لـ10. كي شفتوهم هاي تهدر بالفرنسي الأرقام، كي نردوها بالعربية راح تنطق لنا الأرقام بالعربية. هكا راهي تخدم بالعربية. عندنا لهنا البوطون هذه تاع لي كيستيون اللي مكتوبة سؤال، نورمالمون يتبان. ها هنا الحرف قاف، يعني هكا تعلم ولادكم وين الحرف تاع القاف. حوسوا تراه معايا وينو، ها اين الرقم واحد، رقم واحد اين الحرف خطأ حاول مرة أخرى. كي يكون خطأ هاي تقول له خطأ، كي تكون كلمة صحيحة هاي تقول له صحيحة. ميم، وينك يا الميم؟ ولينا نحوسو نقراو حنا في بلاصة الولاد الصغار. ميم خطأ حاول مرة أخرى. ردوا عن فرنسي، كي نحطو ال دبليو بي عندك لابار هذه الأغنية الأبجدية تاع ألفابي، هذه تغني بال كي نضو عليها كي تكون بالفرنسي تغني لنا الالفابي، كي تكون بالعربية تغنيهم الأحرف الأبجدية كما نعرفوهم. وقفوها هكا. عندنا ثاني الأغاني، أغاني دينية. كيما راكم شفتو هذو اغاني تاع اطفال، كي نرجعو منا نلقاو ادعية، هذا دعاء الاستيقاظ، الدعاء عند النوم، الدعاء عند دخول المسجد، وعندنا الدعاء عند الخروج من المسجد. جربوا نسمعوه. بعدما أماتنا وإليه النشور.
الصين وقفوهم هكا. كما قلنا من أغاني أطفال ومن أدعية الأطفال يستحقوهم كي ينوضوا الصباح، كي يبغوا يرقدوا، كي اللي يبدأوا يتعلموا يروحوا المسجد، الدعاء كي يقولوه كي يبغوا يدخلوا المسجد كي يخرجوا من المسجد. وعندنا التهجئة، تعطيله الكلمة قلنا عن الكلمة دي تاع التهجئة. تجينا الكلمات كي نحافظ الضوء على الحرف، مثلا الضوء على الحرف الألف، وين كألف تعطيك الكلمة وتهجلك الأحرف اللي فيها. عندنا كلمة مثلا للضوء على الألف تعطيك كلمة أرنب، علام ليمون طاو دجاجة أرنب. كمان نشوفو كين للضوع كاين للضوء على الكلمة أي حرف نختاره تعطينا كلمة. وعندنا بالفرنسي عندنا التهجئة أفيون هي تعطينا في الكلمة أفيون اللي هي الطيارة. مثلا كي نديرو بي البالان هو الدلفين. تجيلك تعطيك كلمة وتجيلك الحروف تاعها أو مونطون، نفس الحروف كي تحطي راهم مرسومين عندك هنا في الشاشة. يعني الأم اللي تلقى روحها أم مونطون ضعيفة في الفرنسي تقدر هي يبات تعلم بنها، يعني كي تشوف اللي هنا مثلا كي لضينا الحرف تاع الآل اللي هنا هاهو. نقدم لكم هكا أكثر باش تشوفوها. لاحظوها اللي هنا في التصويرة، ها هي كي مرسوم الشكل ومكتوبة أفيون. ها أفيون كي نلضو على حرف الآن هو البيض. انا نشوفها مسلية مليح هذه اللعبة، وثاني ثقافية مش من الالعاب يعني اللي يخليو الاطفال ما يقراو واش ما يعني تخليهم بالعكس يحبوا القراية ويحبوا كما احنا نذكر الفرنسي ما يشتيوهاش الاولاد خلاص. وما نعرف هكا ملي كانوا الاساتذه تاع الفرنسي الناس ما يشتيوهمش الاولاد، خاصه الاولاد يتعاملوا معهم صعوبه ما بصح كي يكونوا عندهم العاب هكا التلميذ يا بعد راح يتعلم، راح يتعلم هو في حد ذاته في الدار. يعني كي يكون يهضر مع الاستاذ تاعو ولا كي تسال راح تلقى عنده الكلمات وال كيما نقولوا الافعال اللي يحتاجهم في القرايه، خاصه كي يكون صغير. يعني راح تلقى عنده رصيد لغوي تاع الفرنسي في مخه، ما تتعبش معاه بزاف. بصح مش كيما كيكون طفل ما يعرفش وما ما عنده حتى حاجه، راح تكون الاستاذه اصلا تتعب معاه هكاك. الاستاذ التلميذ راح يكره الاستاذه تخليه ما يحبش الماده تاع الفرنسي. هكا تعلمو حتى في العربيه حيكون عنده رصيد لغوي مليح، يعني يقدر يتعامل حتى في اللغه العربيه بها. يعني تعلموا تعطيلو كاين كلمات احنا ساعات الكبار ما نعرفوهمش يعني معليش يجي طفل صغير يقول لك ماما اني سمعت هذيك الكلمه وش معناتها، الام ساعات ما تلقاش واش تشرح له. بصح هذه اللعبه يعني يلقى فيها هكا كلمات، يلقى فيها
يعني كيف هي يهجي الكلمة، كيف هي يكتبها، تقولها له بالحرف، يعني راح يهجي الكلمة وراح يكتبها، تكون مليحة ليه، يعني خاصة اللي ما يعرفوش يكتبوا، كأنه ولاد فقار في الكتابة، الولاد عندهم بزاف المشاكل كي يدخلوا يقراو، هل يكتبوا ما يعرفوش يكتبوا، ما يعرفوش يلصقوا الكلمة، ما يعرفوش يهجيوها باش يقراوها، يعني مشاكلهم بزاف. يعني اللعبة هذه تسهل عليهم من جهة الكتابة والتهجئة والنطق تاع الكلمة. بالنسبة للعربية وبالفرنسي عندنا لهنا ثاني في هذه اللعبة عندنا زر زيادة الصوت، هنا تقدر تخفض الصوت، نجربوها. شوف الصوت راهو قوي نقصو، هاكم تشوفوا الصوت كيف ينقص اوتوماتيك، ها قويوه هذا تقوي. وعندنا اللي هنا كي حاجه كي تكون مثلا تغني هذا لابوطون توقف، دير له بوز، هاي مكتوبه بوز مكتوبه ثاني اون فرونسي. وهنايا هذه للتكرار، يعني باش تعاود له مثلا الطفل ما يفهمش الكلمه ولا يضغط جست على الحرف البوطون هذه او الزر هذا، هي تخلي الكلمه تتعاود وحدها. مثلا نديرو حرف، اي حرف نديرو الاس اللي هو حرف تاع اسمي، وينك حوسو معايا على حرف الاس ترا ضلوا نكتبوا في الميكرو في الموبيل وكي نجيو نحوسو عليهم والله ما نلقاوهم ديما هاربين. هاو حرف الاس ديوها اون فرونسي، اكيد تشوفي كان ينلض على كلمة التكرار، هاي تتعاود الحرف ولا الكلمة اللي تخيريها ولا الأغنية حتبقى تتعاود. ها اكيد تشوفي كيف يتعاود حتى الموسيقى. وقف كي تنطق في الكلمة ليون يتعود فيها، ممكن يعني الطفل يعني كي يعاود راح يهز أكثر وراح يتعلم أكثر. هكا نتمنى تكون عجبتكم اللعبة اللي حنحطها لكم اليوم وتنال إعجابكم. لا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم سبسكرايب وتلظوا على الجرس باش يوصلكم ديما جديد، وسنوني مع لعبة جديدة. ها هي كي اللعبه كيفاه، هو من الاحسن انا يعني وصلتني هذه اللعبه من الخارج، اللي عنده الاهل الاقارب ولا الاهل تاعو في الخارج يجيبوها له بكل سهوله، ما تلهيه هذه الاشياء مش غاليين بزاف. بصح هنا اللي يقدر يتمكن يشري لولادته ولا اللي عنده الامكانيات باش يشريها، ننصحهم انه الاباء يشريهم لولادته ولا الجد الاحفاد. هاكم تشوفوا فيها عمليه، وثاني الالوان تاعها زاهيه يعني الاولاد ما يقرقوش منها. هاي نعت لكم لا مارك تاعها، هي مال هنا مش شويه غاليين، حوالي 300 تبالي المينيموم، لو ماكس ولا ما نكتبش عليكم حتى لواه، يعني كل واحد على حسابه واش فيها. انا هزيت لكم موديل صغير ويعني متوفر، اللي يقدر يشيل الاصلي لبنو مليح، واللي ما يقدرش يشيل نورمال يعني العادي، المهم يتعلموا. ان شاء الله نكون افدناكم في الفيديو، ما تنساوش جيم سبسكرايب، تلظوا على الجرس لكان عجبكم.